مرحبا وسهلين مشاهدينا الاحباء، وصباح الخير لكل من يتابعنا، لكل من يتواصل معنا، لكل من يتفاعل معنا، لكل من يسعى دائما ابدا ان يكون وفي لبرنامج قهوه الصباح من خلال متابعته اليوميه والمستمره. احنا الحين ننتقل بكم الى الوقفه الاولى مع ضيوفنا اللي نتشرف بحضورهم اليوم معنا في الاستوديو، ووقفتنا هذه ستكون حول مسابقه افضل مراسل تلفزيوني، وهذه المسابقه في نسختها الثانيه وينظمها طلبه قسم العلاقات العامه والاعلام، طلبة العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. تفاصيل هذه المسابقة نتعرف عليها من خلال وجود رئيس اللجنة التنظيمية لهذه المسابقة وهو فيصل بن محمد المجعلي. وفيصل منور وصباح الخير. نور نورك أستاذي، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة وصباح جميل للمشاهدين الكرام. حياك الله فيصل. مسابقة أفضل مراسل تلفزيوني، احنا نشوف الكثير الحين من المسابقات التي ظهرت على الشاشة تسعى قدر الإمكان إلى اقتناص المواهب وأيضا تطويرها وصقلها في أي مجال من المجالات. أنتم من خلال تنظيمكم لهذه المسابقة سعيتم قدر الإمكان أن يكون هناك أبطال، خلنا نقول ونجوم، كأفضل مراسلين التلفزيونيين، وهذا أفضل مراسل تلفزيوني هي هذه المسابقة. أريدك تخبرني عن تفاصيل هذه المسابقة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مسابقة أفضل مراسل تلفزيوني هي الأولى من نوعها في سلطنة عمان، ينظمها طلبة العلاقات العامة والإعلام بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. تأتي فكرة هذه المسابقة إلى استقطاب المواهب الشابة في جميع المجالات والتخصصات، ممتاز، إلى تقديم مواهبهم الإعلامية والمشاركة الفعالة في هذه المسابقة من خلال تقديمهم الأفضل في هذه المسابقة. حلو ممتاز. أي أفضل مراسل؟ أنتم مركزين على المراسلين التلفزيونيين؟ نعم في نوع من التحديد، نعم، لأن مجال الإعلام مجال كبير، فيه المقدم، فيه المذيع، فحن توجهنا إلى التحديد في هذه المسابقة إلى مجال المراسل، لكي نحدد هذه الفئة أهميتها في المجال الإعلامي، ممتاز، حيث أنهم مصادر للأخبار، وعمل المراسلين مهنة يعني شريفة، حلو، ومجالها له مستقبل كبير. نعم. فجاءت الفكرة هي من السنة الماضية خريجين قسم الإعلام، فأخذناها في النسخة الثانية وإن شاء الله طورنا منها حيث أن فتحنا باب التسجيل لفئة أكبر على مستوى السلطنة. نعم. حيث كانت في النسخة الأولى فقط على مؤسسات التعليم العالي، ما شاء الله، على مستوى مؤسسات التعليم العالي. نعم في هذه السنة النسخة على مستوى السلطنة. على مستوى السلطنة. نعم. يعني كانت فقط حكر على المؤسسات التعليمية في السلطنة، مؤسسات التعليم العالي. نعم. لكن الآن على فتحنا المجال مستوى أكثر. السلطنة لكل من حاب يشارك في هذه المسابقة. نعم. طيب كم عدد وصل عدد المشاركين؟ ولله الحمد وصل عدد المشاركين 185 مشترك ومشاركة. ممتاز. من جميع أنحاء السلطنة ومن مختلف المؤسسات التعليمية والشركات والمؤسسات الحكومية أيضا. نعم. كلهم في تصفيات معينة صارت في مراحل معينة أكيد. نعم في مراحل، بداية بعد فتحنا مجال التسجيل كان الترويج تركيز على مراكز مواقع التواصل الاجتماعي. حلو. ثم فتحنا باب التسجيل عبر إرسال استمارة إلكترونية يعبي المشترك بياناته الشخصية عن طريقها، وفتحنا مجال التسجيل لمدة أسبوعين. ثم أنهينا فترة التسجيل وبدينا بفرز الأسماء، لهم مستوفين شروط أنهم يكونوا من سن 17 سنة إلى 35 سنة، وهناك شروط محددة مثلا يكون لديه الموهبة، لماذا يريد المشاركة معنا. نعم. فاستقبلنا 185 مشترك ومشتركة وقمنا بمخاطبتهم. نعم. المرحلة الأولى كانت عبارة عن اختبار تحريري للمتسابقين ومقابلات شفوية مع اللجنة المنظمة. أيوة. من اجتاز المرحلة الأولى قمنا بإجراء الاختبارات المقابلات، اجتازوا معنا 36 متسابق. حلو. وبالأمس كانت هي المرحلة الأولى. المرحلة الأولى عبارة عن تجارب أداء مباشرة أمام لجنة التحكيم. حلو. وسوف تكون هناك المرحلة الثانية والمرحلة النهائية، يعني باقي مرحلتين الحين. نعم من هذه المسابقة بقيت مرحلتين. نعم. وأمام لجنة التحكيم. نعم. يقومون بتغيير المسابقة. كيف الطريقة، كيف الآلية، عن طريق فيديو مصور أو كيف بالضبط؟ المرحلة الأولى أن يكون المتسابق من قلب الحدث. نعم. هناك مجموعة مواضيع تم طرحها للمتسابقين، يقوم بتحضيرها مسبقا، ويقوم لمدة دقيقتين بأداء أنه يصل البث مباشر، وصل مباشر مع البرنامج، ويقوم بإيصال الصورة للجنة. وهناك معايير طبعا تتكون لجنة التحكيم من ثلاث نخبة، إعلاميين و
دكاتره من قسم اللغه العربيه وقسم الاعلام سلطان قابوس اكاديميه معروفين. جميل. الاستاذ الاعلامي خلفان العاصمي. نعم. رئيس قسم البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه بوزاره التربيه والتعليم. نعم. والدكتور سمير محمود استاذ الصحافه والنشر الالكتروني بقسم الاعلام جامعه سلطان قابوس. نعم. والدكتور خالد كندي استاذ النحو والصرف بقسم اللغه العربيه في قسم اللغه العربيه بجامعه سلطان قابوس. ممتاز. طيب أنا أريدك أيضا تخبر المشاهدين، تعيشنا الأجواء إلى الآن، اللحظات اللي يعيشها المتسابقين والمشاركين في هذه المسابقة، وقوفهم أمام لجنة التحكيم، هل يستفيدوا فعلا من الانتقادات البناءة أو الملاحظات والتوجيهات والتنبيهات اللي تقدمها لجنة التحكيم، أم هناك نوع من التذمر من قبلهم؟ أنت شخصيا من خلال وجودك كنت رئيس لجنة التنظيمية. أكيد المشاركين في بينهم تنافس شديد. نعم. مبدئيا من المقابلات كانت في هناك أسماء معروفة جدا. نعم. ولها ممارسات قبل ومشاركات عديدة. ممتاز. فقلنا هذا الموسم فيه تنافس اشتعال أكثر في المنافسة. أيوة. فالمشاركين الآن مثل ما تقول أستاذي يعني يطمحون إلى معرفة ماذا سيكون في المرحلة القادمة. إحنا لا نخبرهم مباشرة، نريد منهم الارتجال. حلو، ممتاز. قمنا بتحضير ورشة قبل المرحلة الأولى، قدمها الأستاذ مصطفى اليحيائي مدرب محترف. جميل. والأستاذ خلفان العاصمي عضو من لجنة التحكيم، وأيضا قام بتقديم هذه الورشة للوقوف على عثرات المتسابقين. حلو، ومعرفة ممتاز. آلياتهم، وكي يكون لديهم مثل ما تقول أستاذي نظرة مستقبلية لما يتطور إليه الأمور في المسابقة. جميل جدا. طيب أريد أن في صديقك تخبرني يعني أهمية فعلا أن تقام مثل هكذا مسابقات تعنى بهذا الجانب، وأيضا مدى استفادة الطلبة والطالبات المشاركين في هذه المسابقة إلى الآن من مختلف الملاحظات التي تصل إليهم. على المستوى الشخصي للمتسابقين الاستفادة سوف تكون لهم تجربة جميلة في هذه المسابقة، اكتساب خبرات لم يكتسبوها سابقا، وأيضا نصائح اللجنة وانتقادهم البناء لهم سوف يصغ المواهب أكثر وأكثر، هذا على الجانب المهني. وأيضا هناك مثل ما تقول أستاذ المتأهلين للمراحل النهائية هناك بعض الوعود إلى تبنيهم إعلاميا مستقبلا. نعم. والحصول على فرص تدريب في تلفزيون سلطنة عمان وإذاعة سلطنة عمان. جميل. وأيضا إلى الجوائز اللي سيحصلون عليها، الفائز طبعا له جوائز قيمة بإذن الله. نعم، بإذن الله تعالى. من خلال المراحل المتتالية لهذه المسابقة، أنت شخصيا إيش اللي شد انتباهك، إيش اللي لفت انتباهك فعلا، ما المميز من خلال المراحل السابقة ومن خلال استعدادات الطلبة والطالبات المشاركين والمتنافسين ومن خلال قدرتهم ومن خلال سعيهم الدؤوب بأن يكونوا الأفضل في هذه المسابقة؟ التفرد هذه المسابقة عن النسخة الأولى أن المتسابقين أكثر في العدد. أيوة. ولديهم مثل ما تقول أستاذي خبرة، مطلعين على المسابقة سابقا. يعني حصلت شهرة من السنة الماضية. في نوع من التنافس بينهم، ونفس الشيء تعاون مع لجنة المنظمة ولجنة التحكيم مثل ما تقول أستاذي متخصصة كلهم في مجاله، مثلا على سلامة اللغة العربية. ممتاز. الدكتور خالد كندي، على المهارات الإعلامية الدكتور سمير وأستاذ خلفان، كلهم يكمل الآخر في هذه اللجنة. نعم. وتوجيهاتهم تكون لهم مباشرة وأمام حضور، يكون في موجود حضور على الستيج في مكان المراحل. ذكرت يا فيصل أنه من ضمن تقييم الأداء أنه يكون هناك ربط مباشر من قلب الحدث. نعم. للمراسل هذا في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى. نعم. المرحلة الثانية تكون أصعب طبعا. المرحلة الثانية إيش يكون فيها؟ يكون الوقت أطول. أيوة. يتم عرض فيديو للمتسابقين. أيوة، ممتاز. في المرحلة يرى المتسابق الفيديو، نعطيه فكرة بسيطة قبل عن الموضوع. زين. يرى الفيديو ويعيش الحدث ويصوره، هو الشعار هذه المسابقة حيث الحدث. نعم. يعني هو الحين يشوف الفيديو. نعم. أمامه يظهر. نعم. حول موضوع معين، قضية معينة. نعم. هو كل مجالات سياسية واقف أمام لجنة التحكيم. نعم. والحضور. نعم. إنزين، وبعدين لما يشوف الفيديو يبدأ عمله هو كمراسل يتحدث. نعم. نعم. الآن أنا معكم المراسل فيصل المجعلي من قلب الحدث. ممتاز. وانظروا إلى هذه الصور، هذا شاهد عيان. يعني ما شاء الله عليك مراسل أنت يا فيصل. جزاك الله خير، يعطيك العافية. هذا الجانب. أما المرحلة النهائية إعداد تقرير كامل إخباري كامل. ويتم تقييمه من اللجنة نفس الشيء. يعني يصور خارجا، يروح يشوف القضية من القضايا المحلية. أيوه. يعد تقرير متكامل عن هذه القضية ثم يقدمه لجنة التحكيم. هنا يحتاج إلى فريق متكامل. نعم.
يعني يحتاج له الى تصوير. نعم ومصور. يحتاج له الى مخرج. نعم. يحتاج له فني صوت، يحتاج له فني اضاءة. هي منافسات استاذي ما تكون على المشاركين نفسهم، مثلا في مشارك من كلية الشرق الاوسط، وفي منافس من جامعة السلطان قابوس، كل يمثل الجهة التي ينتمي اليها. ممتاز. فاعداد فرق يكون لديهم دعم من الاماكن اللي ينتمون اليها. هذا اللي بسألك عنه، سالفة الدعم، هل الطالب والمشارك بنفسه يتحمل كل الاشياء بحيث انه يعني يكون مثلا جودة التصوير لازم تكون عالية، اذا لازم نفسه يبحث عن مصور احترافي لديه كاميرا احترافية بحيث يلتقط فيديو متكامل، أو التركيز فقط يكون على الأداء، ولا كيف بالضبط؟ هي على الفكرة، هي على الفكرة، هي على الفكرة التي انتقاها. يعني مثلا في مواضع أهم من أخرى، الفكرة التي اختارها هو ليغطيها في التقرير الإخباري هي التي تؤهله في المرتبة الأولى، ثم جودة التصوير والأداء هو يقيم هو وليس التصوير. ممتاز. هم النظرة إلى المراسل نفسه وليس التصوير. جميل جدا، حلو بأمانة هذه الجهود المبذولة يا فيصل. أنا أريدك أيضا أسألك فيما يتعلق بهذه المسابقة، الحين أنت ذكرت ثلاث مراحل، متبقي مرحلتين، المرحلة النهائية والختامية متى راح تكون بالضبط؟ بإذن الله الثلاثاء القادم سوف تكون معنا المرحلة الثانية، وإن شاء الله 19 من إبريل راح تكون المرحلة النهائية. 19 إبريل. نعم المرحلة النهائية. أما الحفل الختامي سوف يكون ضمن فعاليات ملتقى الإبداع الإعلامي إن شاء الله في الأول من الشهر القادم. الملتقى الإبداع الإعلامي راح يكون. نعم. الأمسية الختامية سوف تكون ضمن فعاليات الملتقى بإذن الله. بإذن الله تعالى. في أساسيات معينة، في رسائل معينة أنتم كلجنة تنظيمية حاب توجهها للمشاركين في هذه المسابقة، أو أيضا لمن لم يحالفهم الحظ في المشاركة في هذه النسخة؟ والله نتمنى أن يتم تبني هذه المسابقة لكي تكون سنوية، هذا الشيء الأول. إحنا إن شاء الله كملنا مشوار الطلاب الذي قابلنا، وبإذن الله يجي الطلاب يكملوا هذا المشوار، ونتمنى يكون في تبني. أما بالنسبة للمشاركين نتمنى أن تأخذ هذه المسابقة صخب إعلامي أكبر. وتستقطب كفاءات أكثر. بما يخدم هذا المجال، مجال المراسلة في سلطنة عمان بإذن الله. نعم. أنت خريج قسم العلاقات العامة يا نعم فيصل. نعم أنا أتخصص علاقات، وهذا مشروع تخرجكم صح؟ نعم. فالتحية كل من معك من الطلبة؟ معي الأخوات وأنا بس لهم. لهم كل التحية. لهم كل التحية وكل القائمين على هذه المسابقة. وأتوجه بالشكر أيضا لمشرفنا الجميل الدكتور محمد ساطور أستاذ العلاقات العامة والإعلام قسم الإعلام. كل التحية دكتور محمد. شكرا. إذا شكرا لك فيصل، وبارك الله جهودكم، نتمنى لكم كل التوفيق والتوفيق أيضا لكل المشاركين والمتسابقين في هذه المسابقة أفضل مراسل تلفزيوني في نسختها الثانية هناك بجامعة سلطان قابوس، وتحديدا من تنظيم طلبة العلاقات العامة والإعلان بقسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. شكرا لفيصل بن محمد المجعلي رئيس اللجنة التنظيمية. شكرا لك فيصل. عموما احنا مستمرين ومتواصلين معاكم مشاهدينا الأحبة، ودائما هدفنا وطموحنا إن شاء الله تعالى نرى ونشاهد الشباب والطاقات الجميلة البناءة على أرض السلطنة دائما تطلق العنان اللي بإمكاناتها لخدمة هذا الوطن الغالي في مختلف المجالات. تابعونا، وبعد الفاصل مباشرة ننتقل إلى بيان البلوشية وفقرة الصحافة، فكونوا بالقرب.